اليوم انا كنحضر لكم فيديو جديد، وكما كتشاهدوا معايا الموضوع هو حول الابتكوسان او المخدات. هاد النوع هذا ديال المخدات كيجيو في الصالونات العصريه وكذلك البلديه، كاين فيهم انواع، كاين دائريه الشكل وكاين اللي مربعه الشكل. اليوم انا ندير لكم فيديو على هاد الموديل هذا بالذات، موديل دائري الشكل. غادي نحاول نقد هذا الفيديو هذا تلبية لرغبة العديد من الأخوات، طلبوا مني أنني ندير فيديو مفصل ونحاول نختصر فيه، حيث كان سبق لي خدمتهم على المباشر في أول لايف عندي في القناة، ولكن للأسف كان طويل بزاف، كان فايت 3 سوايع، فطلبوا مني الأخوات أنني نعاود نخدمهم في فيديو ونحاول نختصر ما أمكن، ولكن في نفس الوقت غادي نحاول نحط التفاصيل باش تنجح معكم المخدة الا بغيتوا تصاوبوها. غادي نحاول نخدم التفاصيل كلها والمراحل كلها ان شاء الله في هذا الفيديو. انا جبت القطعه ها هي اللي غادي نخدموا عليها الموديل. الموديل كيف قلت لكم هذا، كاين انواع اخرى، موديلات اخرين، الا بغيتو حتى هما تعرفوهم فما عليكم غير تخليو عليا لي كومونتير، وان شاء الله غادي نعرف بالكين. وكذلك القناة ديالي طلعوا عليها، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا بابوني، شرف كبير لي انكم تابوناو عندي في القناة ديالي. مرحبا بكم عندي والف مرحبا. ودابا هاني بديت الخدمة. كما كتشاهدوا معايا القطعة ديال التوب فيها نص متر او لا 50 سنتيم على متر ونص. غادي نجيو هنايا لوس ديال التوب، يعني 25 سنتيم، غنحسبو 3 سنتيم منا 3 سنتيم منا، غنديرو هاد السطر هذا ونعاودو منا هاد السطر هذا. غادي هادي تبقى هاد البلاصة هكدا فارغة، غادي نسميوها الكولوار. وغادي نجي منا نقاد 3 سنتيم وندير سطر، ونعاود 3 سنتيم وندير سطر باش نشكل هاد المربعات هادو كما كتشاهدوا معايا. كما كتشوفوا الرسمه هي هادي، كذلك منا نفس الشيء هكذا. اذا بغيت الموديل يجيني تري شارجي فما عليا غير نزيد فقط بحال هاد الشيء هنايا هكذا، ونفس الشيء من هنايا، ولكن نزيد في التوب شويه، مثلا ندير 55 سنتيم او لا 60 سنتيم. بغيت ندير موديل شويه سامبل، نكتفي بهاد جوج ديال لي كولون من هنا ومن هنا، وهذا الشيء اللي غادي ندير لكم اليوم هنايا في هاد الموديل بحال المخده اللي وريتكم، باش نسالي بسرعه وما يجيش الفيديو طويل. كما كتلاحظوا معايا هاد الطريقه كامله غادي نمشي بها على ميطونس ديال التوب كامله هكذا، وغادي نجي نلاقي التوب كما لاحظتوا هنايا. انا ديجا وجدته، ديجا لقيته، نلاقي هنايا الخدمه، ندير الكولوار مع هذا الكولوار. كنظن انها واضح وباين، طريقه سهله كما كتلاحظوا معايا، فقط مربعات 3 سنتيم على 3 سنتيم ونمشي بهذه الطريقه. وبالنسبه لهاد الخطوط هادو اللي لداخل كيكونوا هكذا، وكتكون هكذا على حسب الموديل اللي وريتكم في الوساده. كاينين موديلات اخرين ما كيتمشاوش بهذه الطريقه، كيتمشاو بطريقه اخرى كيف قلت لكم،
الا بغيتو تعرفوهم خليو لي فقط التعاليق، وان شاء الله انا غنحط لكم فيديوهات جداد على هاد المخدات وموديلات اخرين ان شاء الله. هاد الخط هذا الاكيد ما غاديش تكونوا عارفين علاش انا درته هنايا. هاد الخط هذا كيعني انني من غادي نبدا الخدمه غادي نشد يعني هاد النقطه هادي مع هاد النقطه هادي بالابرة والخيط، وغادي نعقد جوج ديال العقدات ولا ثلاثه باش ما يتحلوش ليا. ونفس الشيء هنايا، يعني هاد الخط كيعني انني غادي نجمع هاد النقطه مع هاد النقطه، وهذه كذلك كتعني انني غادي نشد هاد النقطه مع هاد النقطه، وغادي نمشي كامل الخدمه تمشي كامله بهكا حتى نسالك كامل من هاد الجهه وكذلك من هاد الجهه. ان شاء الله بقاو معايا، غادي نبدا الخدمه معاكم وغادي نبدا الخيط والابره وغتشوفوا كيفاش غادي ندير. من هنا غادي تبقى فارغه باش غادي نديروا لي بلي. قلت لكم الا بغيتوا تزيدوا من هنايا هاد المربعات باش تجيكم زواقه كبيره وشارجي خصكم تزيدوا الثوب باش تخليو حق لي بلي. هادو غادي يجيو لي بلي اللي شفتوهم في المخده اللي وريتكم دابا شويه، ونفس الشيء نفس المسافه غتخليوها من هنايا على الاقل خص تكون بعدا واحد 10 سنتيم. دابا غادي ندوزو الخيط الابرة وغادي نوريكم كيفاش غنصايبو هادو. دابا كما كتشوفو هادي هي الابرة والخيط، غادي نستعملو هذا السبيب رقم 6 باش ما يتقطعش لينا، ما نخدموش بالخيط العادي ضروري نخدمو بهذا. ونبداو كتشدو معايا نتيجة الخدمة هكا. هنا غادي نتمشاو بهاد الطريقة
كيبرد لكم على كامل الطرف من هذا الشيء وكذلك من هذه الجهة. انا غادي نكمل هذا الشيء كامل ونرجع لكم نوريكم مرحلة موازية. بعد ما سالينا الخدمة هاي النتيجة اللي عطاتنا، هاي الزواقة اللي عطاتنا سامبل. كيف قلت لكم الا بغيتو الزواقة تكون تري شارجي عمروا لداخل هنايا الخدمة المربعات وغتزيدو تزيدو لداخل، غتجيو لي بلي هنايا غادي تجي شارجي. مي انايا بغيتها سامبل في الساعة وجدات ليا. دابا غادي نصابو لي بلي كيف كتشوفو، ها هما خرجو لينا لي بلي، خصني نجمعهم بهاد الطريقة، خيطو يبرا بهاد الطريقة. غادي نرفد هكذا يعني هكذا، بهاد الطريقة هاني قبضت بلي وخرجت ليبرا. غادي نشد هاد البلي الزاوج ونضرب بحال هكذا، وبهاد الطريقة غادي ندوز على كاع هاد السطر هذا كامل. البلي خصو يكون مستقيم باش يجيوني مستفين وزوينين. كما كتشوفوا الطريقه كيفاش كندير نخرج البلي هكذا باش يبان ليا فين نضرب. وحنا دابا سالينا هاد المرحله، نديرو لها هكذا، نجبدو الخيط غتعطينا هاد النتيجة هكذا. غادي نرجعو نهزو هاد الريوس هادو حتى هما باش ميبقاوش دايرين ديفو هنايا. حنا جبدنا الخيط، كتلاحظوا معايا انها ولات بيان فيني صافي. غنحطوا البروش فوق منها وما غادي تبقى تبان حتى شي حاجه. غادي دابا ندير واحد العقده ولا جوج نزير باش ما يتحلش ليا صافي، ونطلق الخيط ونخليه هنايا حيت غادي ينفعني من بعد في البروش. نرجعوا للجهه الاخرى حتى هي نفس الشيء، نديرو خيط يكون طويل كما كتلاحظوا على جوج، ونبداو لي بلي بنفس الطريقه. احنا سالينا غنقطعو الابره وغنعقدو باش ما يتحلش لينا. دابا غنخليوها هكذا فتحه وغنعمرو اللاوات هنايا مزيان
نكترو، ومن بعد غنجرو غير هاد الخيط هذا وغنسدو. بقاو معايا، شاهدوا معايا الطريقه كيفاش غادي نعمروه. كتشاهدوا معايا النوع ديال اللواط اللي كنستعملوه، هذا الاسم ديالو الفيبر. هاد اللواط هذا زوين، واخا كيجلس مده طويله في المخده ما كتبقى منفوخه، ما كتهبطش المخده. هذا هو اللي كنصحكم به. نعمرو من هاد الشناب هادو، خليهمش خاويين، وكذلك نعمرو من هنايا، خصهم هادو يجيو منفوخين. دابا نجبدو الخيط، ها الطريقة هادي، نديرو الفتحة. جات عامرة بزاف، نقصو شوية. نديرو عقيدة، حنا دابا غادي نركبو لي بروش والبوطون. هاد المخيط هذا متواجد عند العشابه، كيدير درهم فقط، راه معروف كيعرفوه النساء القدام ديال بكري، كانوا كيخدموا به بكري. اما اليوم فهو موجود عند العشابه، كيف قلت لكم الثمن ديالو درهم. اما بالنسبه للي بروش حتى هما متوفرين في الاسواق عند اصحاب المواد ديال الخياطه، الثمن ديالو كيتراوح ما بين 10 دراهم و 15 درهم. فكنحاولوا نديروا الخيط في البروش ماشي في المساك، لان المساك ما كيكونش متين، فيقدر يتهرس ولا يطير ولا شي حاجه. كنديروا خدمه يعني مزيره، خصوصا اللي عنده الوليدات في الدار. Thank you.
ها المخده ديالنا واجده، وصلنا اخر مرحله. دابا كما كتلاحظوا معايا لي بلي كيفاش جاو بيان فيني، شكرا، لي بلي جاو بيان فيني، جات عامره كذلك من هنايا جات عامره، وحتى من هنايا كذلك جات زوينه، درنا لها البوطون جات عاطيه للعين، شي حاجه صراحه ما دايراش، شي حاجه اللي رائعه. كنتمنى تكون عجبتكم، كنتمنى انكم تجربوها وديروها حتى نتوما في الصالونات ديالكم، واللي بغات كذلك تطلع على موديلات اخرين فما عليها غير تخلي لي تعليق، وان شاء الله نحط ليها فيديوهات موديلات جداد ان شاء الله. وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم الموضوع ديال اليوم ان شاء الله، كنتمنى كذلك تخليوا لي لايك وكذلك ابوني بالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش معايا، فقط من اجل التشجيع. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله وموضوع اخر بحول الله، وبسلامه عليكم.